اليوم رسمت الجلسة وكان تطلب واحد من الناس المشدودين تطلب صلاح مؤقت، ولكن ما ترافع وقال شي كلمة هذاك باش يقنع الرئيس بأن راه خصو هذا، ولكن كان المحامي ديالنا راه شتي كيفاش ترافع وكيفاش عطى أدلة بأن راه هو تا هو داخل في القضية راه خصو يتابع في هذا، والحمد لله تيبان لي داك الشيء راه وحنا عندنا ثقة في القضاء أن راه ما يمكنش ياخذ الصراحة أنه تو تساهم بطريقة ولا بأخرى بأنه دار شي حاجة ماشي هي هذه خارج القانون، والحمد لله الحمد لله وحنا تنحاولوا نسيروا نعاودوا الحياة من جديد ونسيروا وإلا في كونتيني. تنشكرهم كاملين ونشكر حتى السلطات زعما راه ما قصروش من جهتنا، داروا داك الشيء كاع اللي يمكن يدار دار حتى الحمد لله راه داك الشيء غادي كما والحمد لله تشكرهم، لان اولا عندنا ثقه كبيره بهاد الناس والقاضي حتى هو راه من الناس النزاع اللي كاينين اكبر هذيك، والحمد لله الحمد لله على كل حال عندنا ثقه كبيره في زعما ان شاء الله فانه غياخذوا الجزاء ديالهم اللي كما بغينا حنا، وديك الساعه تبرد ديك الجمره للداخل الحمد لله. الله يرحمه الله يرحمه الله يغفر لنا ولا الحمد لله، واكيد اكيد اكيد راه الحمد لله الحمد لله.